السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، حلقة جديدة من مادة الجغرافيا. إن شاء الله هنكمل النهاردة الدرس الثاني في الوحدة الثانية، الموارد المائية. كان زملائي الأستاذ محمود فتحي المجاور من محافظة القليوبية والزميلة مها عبد الباسط من محافظة الجيزة اتكلموا معاكم المرة اللي فاتت عن الموارد المائية في الوطن العربي، واتكلمنا عن المؤشرات الخاصة بندرة المياه في الوطن العربي. طبعا المؤشرات منها إن مساحة الوطن العربي تمثل حوالي 9.5 أو 9.6 من مساحة العالم. طبعا يعني نقدر نقول إن إحنا حوالي 10% من مساحة العالم هي مساحة الوطن العربي. ورغم المساحة الكبيرة ديت إلا إن نصيبنا من موارد المياه المتجددة لا يزيد عن 0.5% من موارد المياه في العالم. طبعا ده بسبب إن الموقع الفلكي والجغرافي للوطن العربي أدى لاتساع مساحة الإقليم الصحراوي الحار اللي بيتصف طبعا بندرة المطر طوال العام. وطبعا فاكرين ان الجزء الشمالي بس من الوطن العربي هو اللي امطاره شتويه لوقوعه ضمن مناخ البحر المتوسط، والجزء الجنوبي من الوطن العربي جنوب موريتانيا جنوب السودان اليمن بعض الاجزاء من السعوديه الصومال، دي طبعا مناطق تقع ضمن الاقليم المداري ذو الامطار الصيفيه، لكن طبعا ده كله كمية لا تتعدى زي ما قلنا 0.5% من موارد المياه على مستوى العالم. كمان حتى موارد المياه العذبة الجارية زي نهر النيل ونهر دجلة والفرات 60% من الموارد ديت بينبع من منابع خارج الوطن العربي، وده طبعا بيزود اعتماد الوطن العربي على حجم الموارد المائية اللي هي أصلا من خارج الوطن العربي، وده بيجعل الوطن العربي تحت ضغط طبعا الدول اللي بينبع منها الأنهار دي. طبعا الوطن العربي برضه فيه بعض الأنهار الداخلية زي نهر الأردن الليطاني العاصي بعض الأنهار برضه في المغرب، لكن دي طبعا أنهار كمياتها قليلة تمثل حوالي 40% بس من موارد المياه العذبة الجارية في الوطن العربي. يقدر متوسط نصيب الفرد في الوطن العربي من موارد المياه المتجددة ب 727 متر مكعب من المياه، وده طبعا أقل من معدل الفقر المائي اللي حددته الأمم المتحدة بحوالي 1000 متر مكعب للمياه للفرد سنويا. ده بيمثل الحد الأدنى من احتياجه للشرب، للزراعة، للصناعة، للأغراض المنزلية طبعا، للاستحمام، لغيره. وده طبعا بيجعل الوطن العربي عنده أزمة في المياه. طب نتكلم كده عن المؤشر ده اللي هو الخاص بندرة المياه. هنقوله إن موارد المياه ده طبعا هنتكلم على الجزء الخاص بمصر. موارد المياه السطحية والجوفية المشتركة يعد الجانب الدولي عاملا غاية في الأهمية في سياسة المياه بالنسبة لمصر. مصر طبعا دولة حاطة سياسة مائية، وهنتكلم طبعا عن مفهوم السياسة المائية ده في أساليب إدارة المياه العذبة. والموارد اللي موجودة في مصر طبعا في مياه موارد سطحية وفي موارد جوفية هنحددها، لكن احنا هنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا اللي هي ان المياه السطحية لمصر طبعا بتتمثل في نهر النيل، ده زي ما قلنا بينبع من اثيوبيا واوغندا، وهندرس طبعا منابع النيل بالتفصيل، لكن ده طبعا مورد جاي من دول بتسيطر عليه دول غير عربية. حتى هنا هنتكلم عن موارد المياه الجوفية، رغم ان نهر النيل بتتقاسم حوضه 11 دولة، لكن برضه حتى الموارد المياه الجوفية اللي موجودة في مصر، واحنا درسنا
لخزانات المياه الجوفية السنة اللي فاتت في تكوينات الزمن الثاني اللي موجود معظمها في الصحراء الغربية وبعضها في الصحراء الشرقية وسيناء، لكن طبعا النسبة الأكبر منها في صحراء مصر الغربية، وعليها بتقوم الزراعة في الواحات. ده خزان مياه جوفي من الحجر الرملي النوبي، ده بيتم تقاسمه مع ليبيا وتشاد والسودان، يعني رغم ان معظمها هو زي ما احنا شايفين على الشكل الواضح داخل اراضي مصر وليبيا، لكن استخدامه لازم بيتم بالاشتراك مع الاربع دول دول مصر والسودان وتشاد وليبيا، عشان ما فيش دولة فيهم تجور على حق الدول الاخرى في المياه ده، المياه الجوفية اللي هي حتى بنستخدمها في الواحات في الزراعة وغيره. كمان عندنا مؤشرات خاصة بسوء الاستخدام، يعني فات كان مؤشرات خاصة بالندرة، احنا ما عندناش كميات مياه كبيرة، المياه اللي عندنا ندرة بسبب وقوعنا في المنطقة الصحراوية، لكن هنا حتى الكمية القليلة ديت احنا للأسف بنسيء استخدامها. نسبة الاستخدام العالمي للمياه 7.5 في الوطن في العالم، يعني انا لو جبت مواطن مثلا اوروبي او اسيوي او في امريكا الشمالية او الجنوبية وديته 10 ازاز مياه كل ازازة لتر، هو هيستخدم بالظبط 3/4 لتر مية، ويسيب 9 أزايز وربع إزازة. هو بطبيعته بيوفر استخداماته يعني، أو بيحسن استغلال المياه أو بيرشد استغلال المياه، لكن إحنا عندنا هنا في الوطن العربي نسبة الاستهلاك أو الاستخدام 76.8%، يعني لو اديت لمواطن عربي 10 أزايز مية كل إزازة لتر زي ما قلنا هيستخدم 7.5 أزايز، يسيب 2.5 أو أقل كمان يعني. ده طبعا بيمثل ضغط على المتاح من الموارد، المفروض إن احنا طبعا نرشد هنا استهلاكنا، نحاول يعني نوصل للمعدل العالمي. ده دليل على إن احنا مسرفين في مسألة المياه، رغم إن طبعا ديننا الحنيف الدين الإسلامي بيدعو ل ترشيد استهلاك المياه. تاني مؤشر عندنا خاص بسوء الاستخدام ان الاستخدامات الزراعية تأتي في مقدمة استخدامات المياه في الوطن العربي. اكتر استخدام للمياه هو استخدام في الزراعة. نستخدم في الانشطة الزراعية حوالي 88.7% من اجمالي الموارد المتاحة في الوطن العربي احنا بنستغلها في الزراعة. طبعا مش معنى كده ان احنا عندنا مساحة زراعية كبيرة او ان احنا الزراعة عندنا كتيرة، لكن للأسف يعني احنا برضو بنهدر كميات كبيرة في الزراعة. ثم بعد ذلك يأتي الاستخدامات الصناعية والاستخدامات المنزلية. طبعا في صناعات كتير بتقوم على المياه، زي طبعا صناعات المياه الغازية، زي صناعات المنظفات، حاجات كتير بتدخل في صناعات العصاير، حاجات كتير طبعا بالإضافة للاستخدامات المنزلية. هنشوف كده الشكل ده بيوضح لنا تباين استعمالات المياه العذبة بين دول العالم حسب قطاعات الاستهلاك. فاللون الأحمر بيدل على الاستعمالات المنزلية، الأزرق بيدل على استعمالات المياه في الصناعة، اللون الأصفر بيدل على الاستعمال المياه في الزراعة. نبص كده المعدل العالمي، المفروض ان المعدل العالمي في الاستهلاك المنزلي 8% من المياه، في الصناعة 20%، في الزراعة 70%. تمام، ده المعدل العالمي. لما نشوف دولة متقدمة أوروبية زي فرنسا هنلاقي ان استعمالاتها المنزلية 18%، يعني اعلى من المعدل العالمي،
وده تقارب برضو مع معدل الاستعمالات المنزلية بالنسبة للوطن العربي، يعني دولة زي تونس هي كمثال للدول العربية هنلاقي 20%. طبعا احنا هنا متقاربين، يعني الاستخدام في الوطن العربي او في تونس يعني بيتقارب مع دولة فرنسا، حاجة بسيطة يعني، والاتنين اعلى من المعدل العالمي. طيب نشوف تاني استخدام، اللي هو الاستخدام في الصناعة، المفروض ان هو 20%، ده المعدل العالمي. دولة فرنسا باعتبارها دولة صناعية ودولة متقدمة بتستغل 67، يعني تلتين تقريبا من حجم المياه عندها في الصناعة، ده طبعا لتقدم الصناعة عندها والإدراك لأهمية المياه، فبتدخل المياه ديت في الصناعة عشان يزيد قيمتها. دولة زي تونس أو برضو كمثال لأغلب الدول العربية في الصناعة 7% بس، ده يعني أقل من نص المعدل العالمي، ده يدل طبعا على عدم تقدم الصناعة عندنا، أو لأننا طبعا يعني مش مدركين برضو أهمية المياه. في الاستخدامات الزراعية دولة زي فرنسا 15% بس، ده طبعا لتقدم أساليب الري وتقدم الزراعة برضو في فرنسا. دولة تونس 73%، يعني تقريبا ثلاث أرباع استهلاك المياه فيها موجه للزراعة. طبعا برضه فرنسا وتونس دولتين معظم أراضيهم يعني بيقعوا ضمن مناخ البحر المتوسط، وفرنسا بتقع برضه بعض المناطق فيها ضمن مناخ غرب أوروبا، لكن يعني رغم سقوط الأمطار هناك لأن طبعا استخدام الزراعة، استخدام المياه في الزراعة في فرنسا قليل، إنما في تونس 73%. ده طبعا بيدل زي ما قلنا على المؤشرات اللي فاتت ان ايه استهلاكنا واغلب مواردنا احنا بنستغلها في الزراعة. طيب نكمل برضو المؤشرات الخاصة بسوق الاستخدام. الزراعات المروية في الوطن العربي 22% من رقعة الأراضي الزراعية، زراعات مروية، لأن احنا طبعا هندرس في الترم الثاني ان في نمطين من الزراعه، في الزراعه المرويه اللي هي بتعتمد على مياه الانهار او مياه الابار والعيون بنروي منها، لكن لما نيجي على النمط الثاني من الزراعه هو الزراعه الايه البعليه او الزراعه المطريه اللي بتعتمد على المطر. تمام، طبعا هنا واضح ان الزراعات المروية نسبة قليلة بالنسبة يعني حوالي الربع او اقل تقريبا، انما اغلب مساحة الوطن العربي بتعتمد على الزراعة المطرية. يتعرض او تتعرض موارد المياه في الوطن العربي طبعا لاشكال مختلفة جدا من التلوث، ويعني تلوث بنسب عالية جدا بسبب القاء المخدرات المخلفات الصلبة في المجاري المائية، وبرضه مياه الصرف سواء الزراعي أو الصرف الصحي اللي بتختلط بالمجاري المائية زي الأنهار وغيرها، وده طبعا بيدل على سوء استخدام المياه المتوفرة اللي هي أصلا كمية قليلة، يعني المفروض نحافظ عليها ونرشد استغلالها. تمام، عشان طبعا مجرد ما طبعا تتعرض هذه الموارد للتلوث تصبح غير صالحة للاستخدام ويتطلب معالجتها طبعا تكلفة عالية، وده المفروض ما يكونش موجود عندنا في ظل ندرة وقلة المياه. يحتاج تحقيق الأمن المائي في دولة العراق، طبعا لو معانا كتاب المدرسة أو أي ملخص أو قدامنا خريطة للوطن العربي، ومهم جدا إن احنا نعرف دول الوطن العربي موقعها ونعرف أماكنها. نحط صباعنا كده على دولة العراق، نشوفها على الخريطة ونقول هل دولة العراق عشان تحقق الأمن المائي اللي هو إشباع احتياجات السكان من المياه كم وكيف، هيتطلب منها تحقيق التعاون مع الدول المجاورة، ولا معالجة مياه الصرف الصحي، ولا التوسع في الاستزراع السمكي،
ولتحلية مياه الخليج العربي. منتظرين إجاباتكم كده على الشات يا أولاد. نفكر كويس. الأمن المائي في العراق. نشوف الأول إيه موارد المياه في العراق. ندور عليها كده على الخريطة أكيد هتكون واضحة، هل في أنهار ولا مفيش؟ طيب الأمطار، طيب هل بتعتمد على المياه الجوفية؟ هل بتعتمد على تحلية المياه من الخليج العربي؟ لأن طبعا دولة العراق بتطل على الخليج العربي من جهة الجنوب. تحقيق التعاون طبعا مع الدول المجاورة، لأن دولة العراق بتعتمد في مصادر المياه بشكل أساسي على مياه نهر دجلة والفرات. طب هنتكلم عن إدارة موارد المياه، إزاي أدير موارد المياه باعتبارها أحد الموارد البيئة اللي احنا اصلا الوحده دي بتتكلم عنها في الترم ده. ازاي احقق التنميه المستدامه وادير موارد المياه بشكل يحقق التنميه المستدامه؟ الاداره تعني مجموعه عمليات متشابكه، ان انا اخطط، ان انا اوجه واتابع التخطيط بتاعي واقيم او اعمل تقويم لاهدافي اللي انا حطيتها عشان ادير موارد المياه. طيب انا عشان ادير موارد المياه، احنا اتكلمنا في الدرس الاولاني لو تفتكروا والدرس الثاني عن اهميه نظم المعلومات والاستشعار عن بعد في اداره الموارد سواء مائيه او غيرها، لكن احنا هنا هنفتكر مع بعض كده. فاكرين لما اتكلمنا عن علاقه الجغرافيا بالتنميه وعلاقه ايه اهميه الجغرافيا لوضع خطط التنميه، وبرضه في الدرس الثاني اتكلمنا عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد كتقنيات حديثة في إدارة الموارد المائية. فاكرين؟ نقدر من خلال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ان انا احدد كمية الامطار، احدد منسوب ارتفاع المياه في الانهار طبعا، أطوال المجاري النهرية. فاكرين لما اتكلمنا عن متابعة المجاري المائية وانتشار الحشائش بيها؟ أقدر من خلال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد إن أنا أعرف سرعة التدفق المياه، بنسميها الإيراد المائي أو التصريف، درجة انحدار الأنهار والروافد والمنابع. أقدر أحدد العمر الزمن المتوقع للمخزون المائي اللي هو طبعا المياه الجوفية أو اللي أنا أكون مخزنه خلف السدود عندي. كل دي عوامل بتؤثر في اتخاذ قرار بناء السدود واختيار أنسب الأماكن لبناء السدود والكميات اللي تقدر السدود دي تخزنها لي أو الكميات اللي أنا محتاجها، تمام، كتخزين من السدود. وهنتكلم على السدود كمشروعات لإدارة الموارد المائية إن شاء الله الحصة الجاية مع مستر محمود وميس مه. لكن أنا كدولة مش هاجي في أي مكان كده وأبني سد، إنما لازم يكون عندي معلومات عن كمية الأمطار، ارتفاع المياه، سرعة التدفق، درجة الانحدار. برضو يكون عندي معلومات عن التركيب الجيولوجي للمناطق اللي انا حابب فيها السدود دي، لان طبعا السدود بتخزن مليارات الامطار المكعبه من المياه، وطبعا دي بتمثل ضغط على جسم السد، تمام، وضغط على المنطقه المحيطه. وطبعا برضو لازم اقيس درجات الحراره في المناطق دي ومعدلات التبخر عشان اختار مناطق مناسبه لبناء السدود. برضه استخدامات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في ان انا ادرس مدى تأثير التجمعات السكانية على المياه، زي ان مثلا يكون في تعدي على المجرى المائي ده لو مدن على نهر. طيب برضه تأثير التجمعات دي، لان طبيعي ان التجمعات دي هتستهلك مية وهتلوث مية، لأن طبعا مدن هي بتنشأ على ضفاف النهر ده. طيب المدن دي مش هتستهلك ميه، هتستهلك ميه. طيب كمية الاستهلاك
بتاعتها قد ايه؟ طيب غير كده، هل التجمعات دي هتسبب تلوث للمياه؟ هل هتسبب تعدي على المجاري المائية؟ طيب التجمعات السكانية دي لو مياه جوفية بقى، التجمعات السكانية دي الصرف بتاعها هل ممكن يؤدي لتلوث المياه الجوفية؟ ممكن، خصوصا لو التجمعات دي في مناطق الواحات أو في مقرات السيول. برضه بتساعدنا نظم المعلومات لو فاكرين اكتشاف الآبار أو مناطق الخزانات المياه الجوفية وتحديد حجم المخزون المائي الاستراتيجي اللي موجود في المنطقة دي، بحيث إن أنا طبعا لازم أنظم عملية الاستفادة من المخزون المائي ده بحيث ما يحصلش برضه استخدام جائر يؤدي لتملح الآبار دي أو استنزاف موارد المياه الجوفية اللي هي احنا اتكلمنا عليها في موارد البيئة. طبعا من الموارد اللي بتحتاج لفترات طويلة لتعويض اي استهلاك، فطبعا لازم ادرس الخزان الجوفي ده هل هو قابل للتجدد ولا خزان مش قابل للتجدد، نسبة الملوحة فيه. برضو بتساعدني نظم المعلومات الجغرافية ان انا تحديث دائم لخرائط التربة ومرصد حجم الموارد المائية وعليه يتم تحديد النمط الزراعي الملائم. يعني طبعا في المناطق مثلا زي الواحات أو المناطق اللي بتعتمد على المياه الجوفية ما ينفعش أروح هناك أزرع محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، لأن أنا لو زرعت المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه ديت يبقى أنا هستنزف خزان المياه الجوفية، وده هيؤدي طبعا لمشاكل زي تملح التربة وتملح المياه الجوفية. بص كده لمصر، ايه الموارد المتوفرة عندي في مصر؟ نهر النيل طبعا احنا مصر لها حصة ثابتة زي ما هنتكلم في الحصص الجاية. طبقا للاتفاقيات حجم المياه حصة مصر في مياه نهر النيل هي 55.5 مليار متر مكعب في السنة، قد تزيد قد تقل لكن هو ده النصيب المحدد لنا حسب الاتفاقيات. المياه الجوفية العميقة يعني اللي أكتر من 500 متر تقريبا وقلب ديت 2.5 مليار متر مكعب احنا بنستهلكهم تقريبا سنويا في مناطق الواحات. طيب مناطق الدلتا والوادي كمان تحتها مية بتتسرب من نهر النيل وفروعه والترع والمصارف والمدن القائمة ديت احنا بنستهلك منها حوالي 1.3 مليار متر مكعب. ونلاحظ حاجة ان المياه الجوفية العميقة ديت يعني التجدد بتاعها بطيء، انما المياه الجوفية الضحلة اللي في الدلتا ممكن على يعني عمق 10 متر او 9 متر تمام الاقي مياه، خصوصا عند الاطراف الشمالية للدلتا مياه عذبة اقدر استهلكها. الأمطار اللي بتسقط على مصر والسيول ودي طبعا كميات بتتفاوت من سنة لسنة، لكن المتوسط بتاعها تقريبا 3.5 تقريبا من المليار متر مكعب. دي طبعا كمية قليلة جدا 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 يعني ضئيلة، عشان كده ما بناخدهاش في الحسبان غير طبعا في مناطق مثلا زي شمال سيناء، مناطق الساحل الشمالي في مطروح، ده طبعا بيعتمدوا في الزراعة بتاعتهم غالبا على المطر، وبرضه المساحات المزروعة قليلة يعني مش مساحات كبيرة. تحلية مياه البحر طبعا على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط حوالي 7.5 مليار، واحنا بنسعى يعني في الفترة الأخيرة لبناء زيادة محطات تحلية المياه على البحر الأحمر والبحر المتوسط ان هي تعدي يعني تزيد عن الكمية دي، لان طبعا كمية برضو 7.5 مليار متر مكعب دي كمية قليلة. بس طبعا انا مش بحل مياه البحر عشان الزراعة، يعني هي غالبا بتستخدم للقرى السياحية والمدن الموجودة في المناطق دي للشرب والاغراض المنزلية، بعد كده احنا بناخدها طبعا نعالجها ونستخدمها في الزراعات.
لان طبعا تكلفه تحليه المياه ما زالت يعني التقنيات بتاعتها مكلفه. اخر حاجه هي اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي، ولو لاحظتوا يعني من حوالي في الشهر اللي فات تقريبا تم افتتاح محطه تحليه او اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي في محطه بحر البقر، طبعا لإعادة تدويرها واستخدامها في الزراعة. دي تقريبا بيوفر لنا برضو 13.5 مليار متر مكعب، ومصر بتحاول إن هي تزود طبعا عن طريق محطة بحر البقر دي وغيرها. يعني سمعنا إن هي طبعا أكبر محطة لتحلية أو معالجة المياه الصرف الزراعي في المنطقة العربية والشرق الأوسط. تمام، ومصر بتسعى لبناء محطتين زيها ان شاء الله. طبعا ده هيضاعف كميات المياه من 13، ممكن نوصل 25 ولا 30 في السنوات القليله القادمه. عموما الموجود دلوقتي حوالي 80 مليار وربع مليار متر مكعب مياه، هو ده اللي احنا بنستخدمه فعليا. ده طبعا احنا لو قدرناه على ال 100 مليون او نتعدى دلوقتي ال 100 مليون، احنا تقريبا حوالي 104 مليون نسمه، برضه هنلاقي ان المصريين تقريبا يعني تحت برضه الفقر المائي. قدامنا حوالي 20 25 مليار متر مكعب عشان نوصل للمعدل اللي هو ال 1000 متر مكعب للفرد سنويا. هنقوله عندنا طبعا اساليب لاداره موارد المياه المالحه والعذبه. العذبه ان شاء الله هنتكلم عنها في الحصه الجايه باذن الله، انما هنتكلم النهارده عن اساليب اداره المياه المالحه. هي المياه المالحه لها اساليب طبعا، ومهم ان انا احافظ عليها لتحقيق التنميه المستدامه، لان طبعا ان انا لما الوث مياه البحار والخلجان والمحيطات ده طبعا بيضر بخطط التنميه المستدامه، لأن ليه آثار عكسية على السياحة، على الصيد، على البيئة عموما. فدول العالم ممكن تدير موارد المياه المالحة من خلال إن كل دولة بتحط قوانين وتشريعات محلية وبتلتزم بالقوانين والتشريعات برضو الدولية بهدف الحفاظ على المياه المالحة وحمايتها من كل أشكال التلوث، وكم التلوث الناجم عن ناقلات البترول. معنا مستر محمود. معاك يا مستر، معاك. معلش يا مستر، هنا معانا على الشات ياسر جلال بيقول يعني ايه النباتات الرعويه، بيسال سؤال المقصود بالنباتات الرعويه. ماشي، اتفضل يا مستر محمود جاوب له على السؤال. ماشي، بصوا يا اولاد، طبعا المقصود بالنباتات الرعوية هي النباتات بتستخدم في يعني بتتم زراعتها بتستخدم في تربية الحيوانات. يعني من النباتات الرعوية ممكن ان احنا بنستخدم المياه المالحة او اللي درجة ملوحتها بتبقى مرتفعة شوية في ري بعض الاراضي، بنرويها بنزرع بعض النباتات الرعوية زي مثلا حشائش، ممكن بنزرع بعض المحاصيل اللي بتتغذى عليها الحيوانات واللي بتكون لديها القدرة على انها تتحمل الملوحة العالية نوعا ما، فدي بيسموها النباتات الرعوية، يعني نباتات تصلح كغذاء للحيوانات وفي نفس الوقت هيتم زراعتها في بعض المناطق اللي بتعتمد على المياه اللي مش شرط تكون انها مياه عذبة، وانما ممكن تكون فيها نسبة مرتفعة من الاملاح، فتصلح لزراعة بعض هذه النباتات الرعوية، وكده يبقى انا استغليت المية اللي هي غير صالحة للشرب في ان انا ازرع نبات رعوي زي مثلا وليكن البرسيم، بعض الحشائش، الذره، بس بستنبط منها بعض طبعا انواع وبذور او سلالات يعني تكون قادره على انها تتحمل مثلا ارض فيها نسبه املاح عاليه او تتحمل المياه اللي بتكون فيها نسبه املاح مرتفعه. طبعا كان في اسئله حضرتك يا مستر ما يعني جاوبتها، ومعذره ان انا اتاخرت شويه. طبعا معظم الناس مجاوبين عليها هنا على الشات، وبنشكرهم جميعا على التفاعل بتاعهم. يعني
طبعا هكمل معاكم. المستر احمد وصل لاساليب موارد المياه المالحه. طبعا المياه المالحه زي ما اتفقنا في الحصه اللي فاتت وزي ما مستر احمد كان معاكم دلوقتي كان بيتكلم عن المياه المالحه ومصادرها، فاحنا اتفقنا من الحصه اللي فاتت لو تفتكروا معانا كانت المياه المالحه هي النسبه او اللي بتزيد فيها نسبه الملوحه عن 0.6 لكل 1000. دي مقصود بكلمه المياه المالحه، يعني حضرتك ممكن تلاقي ميه انت بتستسغها كعذبه لكن هي في حقيقتها ما مالحه. ازاي؟ عن طريق ان نسبه الاملاح بتكون اعلى من 0.6. لكن خلونا نتفق على ان المياه المالحه الواضحه قدامنا كلنا هي مياه البحار ومياه المحيطات ومياه بعض البحيرات المالحه، وزي ما قلنا بعض المياه الجوفيه بتكون بعض مياهها ترتفع فيها نسبه الاملاح وبتعد مياه مالحه. كيف يتم اداره موارد المياه المالحه؟ يعني ازاي انا هو اداره موارد مياه دي انا عايز احط لها انا جمله عشان تبقى سهله في الفهم، عايز اقول ازاي استغل المياه المالحه احسن استغلال. هي دي اسلوب الاداره. ازاي اقدر اوصل الى افضل استغلال وفي نفس الوقت يا اولاد يساعدني في الاستدامه زي ما احنا بنقول. يعني ان المياه المالحه دي تظل دائما لها فائدتها بالنسبه لي. فاول وسيله من الوسائل بتاعه اداره موارد المياه المالحه هي ان دول العالم كلها بتهتم بسن قوانين وتشريعات سواء كانت محليه او دوليه. قوانين محليه يعني قوانين خاصه بالدوله نفسها، وقوانين دوليه يعني المنظمات والهيئات الدوليه تصدر بعض القوانين اللي تجبر الدول على الالتزام بها. طب ايه الهدف من القوانين اللي بتصدر؟ طبعا بيقول لنا اهو الحمايه، حمايه المياه من كل اشكال التلوث وخاصه من ناقلات البترول. طبعا اكبر يا اولاد ملوث للمياه المالحه هي ناقلات البترول. ناقلات البترول العملاقه اللي راحه وجايه في البحار والمحيطات، وطبعا انتوا عارفين النشاط التجاري عموما يعني معظم النشاط التجاري البحري قايم على تجارة البترول. وأكبر ملوث للمياه المالحة هي ناقلات البترول، سفن البترولية الضخمة. فطبعا هنا دول العالم كلها بتهتم بأنها تحط تشريعات، سن قوانين يا أولادي يعني وضع قوانين، تشريعات محلية تهدف إلى الحفاظ على المية من التلوث. طبعا أنا هدفي أحافظ على المياه المالحة من التلوث ليه؟ لأن المياه المالحة ليها استخدامات متعددة. يعني حتى لو انا مش هستخدمها المياه المالحه فيها ثروات، وتعرض المياه المالحه سواء في البحار او المحيطات لبعض التلوث اشكال التلوث وخاصه البترول بيعمل زي ما انتم بنشوف في التلفزيون وبعض القنوات يعني اللي بتعرض بعض الافلام كده التاريخيه وبتورينا مصادر تلوث معين، نبص نلاقي بقع زيتيه بتطفو على سطح البحر او المحيط من ناقلات البترول. لو حصل تسرب ولا حاجه للبترول ده البقعة الزيتية الواحدة بتصل لمئات وأحيانا لآلاف الكيلومترات داخل البحر أو المحيط. البقعة الزيتية دي طبعا زي ما أنتم عارفين بتمنع وصول ضوء الشمس، بتضر بالثروة السمكية اللي موجودة، لو في أي ثروات مائية موجودة المية نفسها بتتلوث، بعض الثروات المائية بتصاب ببعض الأمراض. فمن أخطر أشكال تلوث المياه المالحة هي الناقلات البترولية لو حصل تسرب ليها، وأيضا أثناء برضو أحيانا بعض السفن تستخدم غسل للخزانات بتاعت البترول. وطبعا عندنا يعني بيعتبروا البحار والمحيطات يا أولاد هي سلة المهملات اللي يبدأ يرمي فيها كل النفايات بتاعته. طيب تعالوا للنقطة الثانية وهي استثمارها في تحلية مياه البحر كدول الخليج العربي، بمعنى يعني وسيلة تانية ازاي استغل المياه المالحة ان انا استثمرها في عملية التحلية. وعملية التحلية مختصرها ببساطة زي اللي عندنا الشريحة اللي واضحة قدامنا، ان انا بجيب مية البحر وببدأ اسحبها واحطها في خزانات. الخزانات دي بتبدأ عملية غليان ليها، غليان نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. عارفين كلنا المية دي لما يحصل لها غليان يطلع تكاثف، تتكاثف المياه دي الى اعلى، بستقبلها انا على مكثفات او على اسطح بارده. الاسطح البارده دي تحول لي البخار اللي متصاعد نتيجه الغليان الى قطرات ميه تتجمع في خزانات اخرى
تتحول الى مياه عذبه. فده المعالجه ببساطه، او يعني زي ما بنقول كده تحليه مياه البحر ببساطه. في ناس بتفهم التحليه ان احنا نحليها يعني نحط لها سكر ولا حاجه، لا طبعا. التحليه بمعنى ان انا احول المياه المالحه الى مياه عذبه، وده بيتم عن طريق الغليان، عن طريق ان انا بعمل الغليان. وعشان كده لو لاحظنا هنا فوق في العنوان بتاعنا بيقول لنا ايه؟ استثمارها في تحليه مياه البحر كدول الخليج العربي. اشمعنى دول الخليج العربي يعني هي اللي بتهتم اكتر يا اولاد بتحليه مياه البحر؟ يعني ببساطه كده، دول الخليج العربي احنا متفقين ان دول الخليج العربي بتقع في منطقه صحراويه، وبالتالي بتعاني من ازمه مياه، ما عندهاش كمان انهار. ولكن ربنا بقى وفر لهم حاجه تانية مهمه جدا، وهي مصدر الطاقه، البترول. فنستغل البترول كوقود انه يقدر يعمل لي عمليه غليان لمياه البحر، وبالتالي اقدر احول مياه البحر ديت المياه المالحه الى مياه عذبه عن طريق الغليان. وقلنا دول الخليج العربي هي اكثر الدول اللي ممكن تقوم بالقصه دي، خاصه ان هي تمتلك مصدر طاقه، لان عمليه التحليه هي عمليه مكلفه لانها تحتاج لمصدر طاقه، لكن مش هتبقى مكلفه لدول الخليج. فيعني زي ما بنقول بقى يعني ايه، اتخذ منهم قصه الانهار ويعني زي ما بنقول ابتلوا ببيئه صحراويه حاره، ولكن ربنا يعني عوضهم بمورد اخر يقدروا يعالجوا بيه هذه المشكله، وهي مصدر الطاقه سواء بترول او غاز طبيعي. بيقول لنا طبعا هنا يا اولاد في معلومه كده في الكتاب المدرسي، ان الطاقه بتاعت التحليه بدول مجلس التعاون الخليج العربي ارتفعت من مليار متر لوصلت ل9 مليار من سنه 80 ل 2010. يعني في 30 سنه كان بدايه تحليه مياه البحر في منطقه الخليج العربي كانت مليار متر مكعب، لكن ارتفعت في ال 30 سنه الاخر بقت 9 مليار. طب تعالوا نشوف بقى من 2010 ل 2020 يعني في العشر سنين، قال لنا من المتوقع ان نصل يعني قصه تحليه مياه البحر في منطقه الخليج ل 20 مليار. شوف بداناها بمليار سنه 80، 2020 يعني بعد كام سنه؟ 40 سنه وصلنا ل 20 مليار. وده بيبين لي اهميه مورد مهم جدا زي المياه المالحه في ان انا احصل منها على مياه عذبه. الوسيلة الثالثة والأخيرة معانا يا أولاد، إزاي أستغل الماء المالحة أفضل استغلال؟ عن طريق الاستزراع السمكي. والاستزراع السمكي إن أنا أتوسع في إنشاء المزارع السمكية. ولما بعمل مزارع سمكية طبعاً هقدر إن أنا أزود الثروة السمكية اللي عندي، وكده يبقى أنا استثمرت المياه المالحة اللي عندي. زي ما أنتم شايفين الشكل اللي موجود معانا في الصورة، يعني عبارة عن أحواض مائية على شواطئ بحر من البحار، وبنبدا الاحواض ديت اللي انا قسمتها دي اجيب فيها سمك صغير من انواع مختلفه وابدا اربيه في الاحواض ديت، وكده يبقى انا استغليت ميه البحر اللي جنبي ديت او ميه المحيط اللي انا بطل عليها دي في عمليه اسمها استزراع الايه؟ السمك. كمان في انتاج النباتات الرعويه، ولسه كنا بنتكلم عن كان زميلنا ياسر جلال متابع معانا، وبتول معلش بتول ياسر جلال متابعة معانا، وكانت بتسأل بتقول يعني ايه النباتات الرعوية، وقلنا ان النباتات الرعوية هي نباتات تصلح لرعي وتربية الحيوانات زي الاعلاف كده، وهذه النباتات يمكن زراعتها في بعض المناطق اللي انا بستصلحها، وهذه النباتات بقدر ان انا استنبت زي ما قلنا بعض الاصناف منها اللي تقدر انها تنمو على اعتمادا على المياه المالحة، او ان انا اقلل نسبة الملوحة شوية عن طريق خلط مثلا مياه زي مياه الصرف الصحي بيها، او عن طريق خلط مياه عذبه بيها، فقلل نسبه الملوحه واستغلها في النباتات الايه؟ الرعويه. يبقى هنا اساليب اداره موارد المياه المالحه بتتمثل يا اولاد في ثلاث اساليب اذكركم بيهم سريعا، وده هيبقى اخر كلام في حصتنا النهارده ان شاء الله، وهي سن قوانين وتشريعات محليه ودوليه بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من اشكال التلوث، وخصوصا اللي قلنا الناجمه من ناقلات البترول. النقطه الثانيه ان انا استثمر المياه المالحه في التحليه، والتحليه باختصار وببساطه ان انا احول المياه المالحه قلنا الى مياه عذبه عن طريق
استخدام مصدر من مصادر الطاقة وليكن البترول أو الغاز الطبيعي اللي هيحول لي المياه المالحة إلى مياه عذبة، قلنا بطريقة التبخير والتكثيف. المحاولة أو الأسلوب الثالث يا أولاد هو إن أنا أستخدمها في الاستزراع السمكي وإنتاج النباتات الرعوية. طبعا ممكن حضراتكم من خلال النت، من خلال الكتب في المراجع، إن إحنا نوصل لأكتر من وسيلة لإدارة موارد المياه المالحة. يعني الثلاثة اللي قدامنا دول هم يعني زي ما بنقول ليسوا للحصر، وإنما ليه يعني إن إحنا بنعرف بس، بنفتح باب، وممكن حضرتك تستزيد من خلال بنك المعرفة، من خلال مواقع الوزارة اللي موفراها على التابلت بتاعنا. إلى هنا بتنتهي الحصة بتاعتنا، بنتمنى إن تكونوا استفدتوا، بنتمنى منكم التفاعل، بنتمنى لكم النجاح والتوفيق. كان معاكم الأستاذ محمود فتح المجاور، معلم خبير محافظة القليوبية، معاكم الأستاذ أحمد السيد، معلم خبير محافظة كفر الشيخ، كان معانا الأستاذة مها عبد الباسط. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.